يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للإنسان أن يسجد ويدعو الله في أي وقت من غير الصلاة؟ هل يجوز للإنسان أن يسجد فيدعو الله في أي وقت من غير صلاة؟ ما يشرع السجود المفرد إلا لأحد أمرين، إما لسجود شكر لله عز وجل، سجود شكر لأمر واحد، سجود الشكر، أو سجود تلاوة، إذا كان يقرأ القرآن ومر على آية سجدة يسجد، أو تجددت نعمة أو اندفعت نقمة له خاصة أو للمسلمين عامة، فإنه يسجد شكرا لله عز وجل. نعم.